الثاني الابتدائي درسنا اليوم مجال الميم فصل الحقول. ذهبت إلى أبي وأحضرته ليرى البطة. ابتسم أبي وقال: أنت لا تريد أن تزعج البطة. حسنا، نستطيع حفر مجرى آخر للماء. أخذ أبي الفأس وحفر مجرى آخر بعيدا عن البطة. جلست البطة تنظر إلينا وشعرت بأنها تريد أن تقول لنا شكرا. طبعا يا أولاد هنناقش في الدرس الظواهر، الظواهر اللي هي المادة بالألف، المادة بالياء، المادة بالواو، اللام الشمسية، اللام القمرية، الاسم، الفعل، الحرف. التنوين، عندي كلمة ما جاري فيها مادة بالألف والحرف الممدود الجيم. ماشي، النيل، النيل دي اسم عشان أولها أولها ألف ولام، وهي علامات الاسم بيكون أوله ألف ولام، أخر تاء مربوطة، تنوين، وأي حاجة إيدك بتشاور عليها وشايفها بعينك اسم. الميم دي لام شمسية عشان النور، من الحروف اللي ما حفظناهاش، والميم فيها مد بالياء. تسقي، تسقي دي فعل ولا اسم؟ دي فعل وفعل مضارع، وانت عارف ان انواع الفعل ثلاثة: ماضي، مضارع، امر. تسقي دي فعل مضارع. الحقول، الحقول دي فيها مد بالواو وفيها لام قمرية وفيها اسم. ذهبت، ذهبت دي فعل ماضي وإلى حرف جر وأبي اسم. وأحضرته دي فعل، ليرى برضو فعل مضارع. البطة اسم ولام قمرية وفيها تاء مربوطة. ابتسم أبي، ابتسم فعل ماضي، وأبي دي اسم، وقال فعل ماضي برضو. أنت يا ولاد دي ضمير، لا تريد. أفكرك بالأساليب، أنا قلت لك لا أسلوب النهي، لا زائد فعل مضارع، لا تريد يبقى ده أسلوب نهي. أن تزعج البطة، البطة دي اسم زي ما قلنا. حسنا يا ولاد دي فيها تنوين، تنوين بالفتح، تنوين بالفتح، عشان أنا قلت لك التنوين أنواعه ثلاثة: فتحتين، كسرتين، ضمتين. نستطيع ده برضه فعل وفيها مد بالياء. حفر مجرى آخر، آخر دي يا ولاد تفكركم بألف التنوين اللي قلنا المفروض بتتكتب ألف عليها همزة وبعديها ألف المد، فشطبناها وخليناها ألف المد ألف واحدة أهي وعليها علامة المد دي من فوق للم. ماشي معايا بقى الكلمة والمعناها؟ معنى ليرى ليشاهد، معنى يرى ليشاهد، معنى تزعج تضايق، معنى مجرى قناة يجري بها الماء. قناة عبارة عن حفرة وفيها ماء، بس بتبقى حفرة بقى شكل القناة كده. عندي يا أولاد النهاردة الدرس بتاعنا عن لام التعليل. إيه لام التعليل دي؟ يعني إيه لام تعليل؟ يعني إيه؟ يعني ببين لك السبب. إيه السبب؟ هقول لك ايه مثلا، ليه بتذاكر؟ ايه السبب ان انت بتذاكر؟ تقول لي عشان ايه؟ لا اتفوق. ليه اتفوق؟ ليه مثلا بتذهب الى المدرسه؟ ليه اتعلم؟ اما يجي لك هنا يقول لك ايه؟ ودايما على لام التعليل بسال عنها بلماذا؟ بسال عن لام التعليل بلماذا؟ لماذا ترمي القمامه في السلم؟ ليه انا برمي القمامه في السلم؟ ليه احافظ، وخلي بالك من اللام، لا احافظ على نظافة المكان. السبب ان انا برميها في السلة عشان احافظ على المكان. لماذا ذهبت الى النادي؟ ليه بذهب للنادي؟ عشان لاحضر التمرين، عشان احضر التمرين. لا دي زي عشان، بس احنا بنقولها باللغة العربية لا. ماشي؟ وبنسأل عنها بلماذا؟ بتبين السبب. عندي بقول حدد نوع الاسلوب، عندي نهي ونفي وتعجب. عندي لم اكذب، دي لم اكذب، ده اسلوب ايه؟ لم، انا قلت اسلوب النفي، عندي لا ولم ولن، يبقى ده نفي. لا تكتب على الحائط، لا وراها تاء، وقلت تاء فعل مضارع، يبقى نهي. ما واخرها اي مقلوبه، ما تنساش الاي المقلوبه، عشان قلت لك في ما بعد كده
ممكن بتكون أداة استفهام بفعل ما لون التفاحة وبيبقى علامة استفهام يبقى ده أصله استفهام. أما ما وآخره أي مقلوبة ما تنساش تبص للأي المقلوبة يبقى تعجب. وبهذا انتهى درسنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.